السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم بفيديو جديد وحلقة جديدة. اليوم لدينا تهكير لعبة زومبي كاتش، سوف أقوم بتهكيرها بتطبيق اللاكي باتشر. كما ترون أصدقائي، لقد طرحت لكم صورة الخلفية على صورة اللعبة لكي يفتهم الباقين يعني كيف يعني هذه التهكير وإيش من اللعبة، لأن أنا للأسف ما أقدرش أعمل طريقة وضع خلفية وعلى الفيديو خلفية على الفيديو باليوتيوب، ولكن عملت لكم هذه أسهل طريقة. هيا نبدأ الشرح. سوف نقوم بالدخول لتطبيق اللاكي باتشر، نقوم بخيار اللعبة، فتح قائمة باتشات، إنشاء ملف إبيكا معدل، وإعادة بناء. حسنا، الآن لما تتم هذه العملية سوف أرجع لكم. تم تهكير ملفات اللعبة، متبقية طريقتين أخريتين: انتقال إلى الملف، إلغاء التثبيت والتثبيت. سوف نقوم بإلغاء تثبيت اللعبة ونثبتها مرة أخرى لكي يتم عملية التهكير بنجاح. حسنا أصدقائي، لما تتم هذه العملية سوف أرجع لكم. تم تثبيت اللعبة بنجاح. تم تثبيت اللعبة بنجاح، ولا متبقية طريقة أخرى: إعادة بناء والتثبيت. لكي باتشر موديفايد. سوف نقوم بالبحث عن اسم اللعبة. زومبي كاتش. سوف نقوم بتثبيتها مرة أخرى لكي يتم 100% عملية التهكير. حسنا، سوف نقوم بتثبيتها مرة أخرى وأترككم مع العملية. حسنا، لما تثبت سوف أرجع لكم. تم تثبيت اللعبة بنجاح. الآن سوف نقوم بالدخول إلى اللعبة ونرى نقوم بالدخول إلى اللعبة. حسنا، زومبي كات اللعبة الآن ونريكم. ننتظر. Not now. Except. ننتظر. كما ترون أصدقائي، في هذه اللعبة لدينا متجر سوف يقوم باشتراء جميع المنتجات التي نحن نصنعها. سوف نقوم والآن أترككم مع التهكير. سوف نقوم باللعب المهمة الثانية وأريكم التهكير. لقد تمينا المهمة الأولى بنجاح، والآن سوف يقوم بالعصر العصير الرائع وهو الليمون جوس. سوف نقوم بعصره وبيعه للناس. كما ترون يا أصدقائي، تبدأ عملية الطحن خاصة بالزومبي. عشان أصدقائي، الآن سوف نقوم بعملية التهكير. نضغط أكبر كمية من المال وهي 350,000. نضغط نعم. أصدقائي، كما ترون قدامكم، لقد تم تهكير اللعبة بنجاح. عشان أصدقائي، هكذا سوف ينتهي فيديو هنا اليوم، وإلى اللقاء. سوف نلقاكم بفيديو آخر. مع السلامة.